جمعكم مشاهدينا وأولى لقاءاتنا في هذا الصباح مع المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، هذا المعلم الثقافي بدولة الكويت والجهة المميزة اللي دائما ما تتحفنا بالكثير من الفعاليات الثقافية على مدار السنة، وضيوف ما شاء الله عندهم في كل فعالية نشوف من كل دول الخليج ودول الوطن العربي يحضرون ويشاركون، ونسمع هذه التعليقات الجميلة وهذا الحضور المميز، ونقدر نقول احتضانهم للثقافة العربية دائما. أكيد، ودائما لما نذكر المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب نذكر دائما أن هناك في أجندة على مدار السنة، والأجندة هذه تفاعلية سواء داخل دولة الكويت أو خارج دولة الكويت لغرس كل ما هو ثقافي وجميل عندنا. لذلك راح تكون ضيفتنا الأستاذة عائشة المحمود الأمين المساعد لقطاع الثقافة في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب عشان نتعرف أكثر وأكثر على هذه الثقافة وعلى هذه الأجندة. نقول لها حياك الله معانا وصبحك الله بالخير. صباح النور يا هلا، والله يحييك، سعيده جدا بهذه الاستضافه. الله يحفظك. حياك الله استاذه عائشه، وفي البدايه احنا سعداء في وجودك معنا برنامج صباح الخير الكويت، وهذه مو زيارتك الاولى لنا، واحنا نتمنى دائما تكونين معنا وتعطينا اخر التحديثات لهذه الفعاليات الكثيره اللي يجريها المجلس الوطني للثقافه والفنون والآداب. اخر فعاليه سمعنا عن الاسبوع الثقافي العماني وحضور ايضا شخصيات وفنانين اليوم من سلطنة عمان، بعد شوي بكم أيضا معنا إحدى اللقاءات من سلطنة عمان، لكن البداية ودنا نتكلم عن هذا الأسبوع الثقافي وشن هو. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أنا سعيدة جدا بهذه الاستضافة، طبعا تلفزيون الكويت وزارة الإعلام حريصين جدا على تغطية كل فعالياتنا. الأسبوع الثقافي العماني كما أشرت حضرتك هو أحد الفعاليات الثقافية مؤخرا أقامها المجلس الوطني، طبعا لا تزال فعالياتها جارية، إن شاء الله اليوم راح تكون ختام الفعاليات في محاضرة. طبعا بدأنا أول أمس كنا قمنا حفل الافتتاح، كان عبارة عن حفل موسيقي قدمته الفنانة مريم المنجية اللي راح تستضيفونها من شوي، عازفة التشيلو الأولى في سلطنة عمان. قدم العزف في حفل فني كبير رائع، قدم وبحضور رسمي وحضور شعبي وجماهيري، كان جدا رائع. أيضا قدمت أمس محاضرتين، واحدة من الأمسيات الشعرية، أمسية شعرية ضمت عدد من الأصوات الشعرية المميزة من سلطنة عمان إلى جوار أصوات شعرية من دولة الكويت. قدمت كذلك محاضرة عبر من خلالها عن تاريخ العلاقات الكويتية العمانية المبكرة، استعرضت تاريخيا. طبعا يأتي هذا البرنامج ترجمة للاتفاقيات الثقافية التي تبرمها دولة الكويت مع الدول العربية والدول الصديقة والشقيقة، وتترجم من خلال عدد من الفعاليات الثقافية سواء داخل دولة الكويت أو خارج. أكيد، وكانت لكم أيضا محاضرة مميزة اللي تكلمت عن العمارة اللي تكلم فيها الدكتور سعيد الصقلاوي، وكانت محاضرة جدا مميزة في الأسبوع الثقافي العماني. زي ولا يهون أي أحد شارك في هذا الأسبوع، لكن الأسبوع كان جدا مميز. على مدار الأسبوع كان هناك خلينا نقول أنشطة ثقافية وفنية رائعة وجميلة جدا. تهيئة مثل هذه الأجواء إنزين وضبط أجندة لعمل أنشطة على مدار السنة يتطلب جهد كبير أستاذة عائشة، نبي نتكلم عن هذا الجهد وشلون أنتوا قادرين ترتبون هذه الأجندة على مدار السنة. صحيح، أنتوا قريبين من الوسط الثقافي وجزء منه أكيد، فأنتوا تدركون أن تحضير مثل هذه الفعاليات يستغرق جهد كبير وتخطيط مبكر. إحنا عادة نخطط لإقامة مثل هذه الفعاليات سواء كانت الفعاليات الدورية مثل مهرجاناتنا السنوية أو هذه الفعاليات التي نعتبرها طارئة أو مستجدة على الأجندة مثل الأسابيع الثقافية. تحتاج منا تخطيط زمني مبكر لمدة سنتين عشان تظهر بالشكل اللائق والمميز. إلى جوار ذلك هي تحتاج الكثير من التواصل سواء على المستوى الشخصي، على المستوى الإداري، التحضيرات الفنية والمالية، بس في النهاية احنا نأمل انها تطلع بشكل جيد والمناسب كيد. مثل ما ظهرت لكم. طبعا ودائما كل فعاليات يعني ما شاء الله الحضور الكل يشيد بهذه الفعاليات الجميلة الثقافية من إعداد وتنسيق وترتيب لها، ومن أبرز هذه المهرجانات اللي أجريت صيفي ثقافي. صحيح. اللي كان جدوله مليء أكيد بالفعاليات الثقافية، ودنا نتكلم عنه وإن شاء الله هل هو بيكون عادة سنوية إن شاء الله؟ صيفي ثقافي هو مهرجان سنوي يقيم المجلس، أحد المهرجانات السنوية يقيمها. ربما التجربة المغايرة في هذا العام أنه كان مهرجان صيفي ثقافي ممتد زمنياً أكثر، أنه كان على مدى شهرين، أن دمجنا الصيغتين. إحنا في العادة عندنا مهرجانين ثقافيين، مهرجان صيفي ثقافي هو موجه لصيغة 18 سنة وما فوق، ومهرجان الأطفال والناشئة الموجه من 18 و7 سنوات و18 سنة. صحيح. فإحنا السنة هذه دمجنا الصيغتين في مهرجان واحد، مدينا لمدة شهرين. الصيغة هذه جدا الحمد لله لاقت رواج ونجاح، أتوقع الأصداء الجماهيرية كانت إيجابية جدا، فنتمنى إن شاء الله أن احنا في العام القادم نقدم هذه الصيغة بشكل مطور أفضل وأكثر للجمهور إن شاء الله. جميل. أستاذة عائشة، أدب الطفل لقى حضور لافت للمرة الأولى ضمن هذه الفعاليات، شلون تقيمين هذه التجربة؟
طبعا احنا مهتمين جدا في ادب الطفل. المجلس الوطني في خطته الاساسيه وفي مراسيم انشائه مهتم ومعني في الكتابه الموجهه لادب الطفل. صحيح. ما يهمنا في هذه المرحله هو تجويد هذه الكتابه، الارتقاء بها حتى تصبح جزء من المكتبه العربيه، جزء من المكتبه العالميه. جزء من هذه الاشياء ان احنا اقمنا عدد من الملتقيات اللي تجود هذه التجارب، ترتفع فيها، تقدم لها الكثير. الى جوار ذلك المجلس الوطني يشجع الكتابه لادب الطفل عبر تشجيع المؤلفات المحليه، يعني احنا في المؤلفين الكويتيين من يقدمون تجارب في ادب الطفل نقتني هذه المؤلفات تكون جزء من مكتبتنا، نروج لها عبر اسابيعنا الثقافيه. شيء حلو، وبالعكس كتاب الكويت اليوم في ادب الطفل مميزين. صحيح. لكتابه القصص والاحداث الجميله اللي تجذب اكيد اطفالنا. انا تشرفت خلال الفتره الماضيه بتقديم يعني امسيه ثقافيه للمملكه المغربيه، كانت اسبوع الثقافي المغربي وحضور اكيد شخصيات من مملكه المغرب الشقيقه، وعندكم فعاليه قادمه ايضا جميله وهي اسبوع ثقافي لطاجكستان. صحيح. ودنا نتكلم عنها وش كثر انتم مهتمين بهذه الاسابيع الثقافيه. مثل ما اشرت سابقا الاسابيع الثقافيه ترجمه لاتفاقياتنا ومذكرات التفاهم اللي نبرمها مع الدول العربيه الصديقه والشقيقه. احنا اقمنا اسبوع ثقافي مغربي مثل ما اشرت حضرتك، الحمد لله كانت تجربه جميله وناجحه بحضور ثقافي رسمي عمل وزيره الثقافه المغربيه. ايضا اقمنا الاسبوع الثقافي العماني ونخطط لاقامه الاسبوع الثقافي التاجيكي ان شاء الله في نهايه العام. الاسبوع الثقافي راح يضم عدد من المعالم الاساسيه اللي هي عباره عن حفلات موسيقيه للتعريف بموسيقى التاجيكيه للجمهور الكويتي، ايضا نقدم معرض الموروث الثقافي بمعنى الأزياء الشعبية، المأكولات الشعبية لهذه التراث هذه المدينة يقدم عبر معرض إن شاء الله. جميل. لما نتكلم أستاذة عائشة عن مثل هذه الأسابيع الثقافية ومثل هذا النوع من أنواع التبادل الثقافي، شنو الأثر اللي تتركه مثل هذه الفعاليات الثقافية؟ من أهم أسباب العلاقات أو إبرام هذه الاتفاقيات وترجمتها على هيئة عدد من الفعاليات الثقافية هو خلق الجسر الثقافي ما بين المجتمع الكويتي وما بين المجتمعات العربية والغربية. صحيح. ربما المجتمع الطاجيكي يمكن المجتمعات المجهولة نسبيا بالنسبة للشعب الكويتي، التعريف بثقافتها، الترويج لها، التقريب ما بين الشعوب ما بين ثقافاتها جزء أساسي. لذلك المجلس الوطني حريص على إقامة هذه الفعاليات، حريص على تكثيف هذه الفعاليات، وأيضا لا يتركها مجرد فعاليات قائمة إنما هي الأثر الإيجابي الذي ينعكس عليها لاحقا. أكيد، وأنا متأكد ترى هاشم بالأسبوع الثقافي يبون خلاصة ثقافة هذا المجتمع. صحيح. بمعرض مصغر اليوم بالكويت عندنا، فزيارته بروحه كأنك زاير أنت الدولة وثقافتها. الدولة متعرف عليها. لأن كل الشخصيات البارزة والفنانين عادة يكونوا حاضرين. صحيح. فيها. لكن أول ما نسمع مجلس وطني الثقافة والفن والآداب على طول يطري ببالنا شنو هاشم؟ معرض الكتاب. صح؟ معرض الكتاب. منو ما يحب معرض الكتاب؟ الثقافي الأهم عندنا. عندنا تبارك الله تتسابق الدول. صح. الحضور لدولة الكويت عشان معرض الكتاب. أكيد طبعا. صحيح. وكلنا متحمسين في كل سنة أن نزور هذا المعرض، حتى لو ما تحب القراءة ترى مجرد ما تتجول فيه راح تحب القراءة وراح تحب. صحيح. أنك تاكل شيء حتى بالمعرض. أجواء أجواء بالفعل. أستاذة متحمسين للمعرض القادم كل الجمهور واكيد المجتمع. احنا طبعا بدينا نشتغل بمعرض الكتاب من بدايه هذه السنه، فتحنا باب التقديم لدور النشر من شهر ابريل، بدينا نتلقى طلبات. حاليا نقدر نقول ان خارطه المعرض من حيث دور النشر استقرت تقريبا، من حيث الدور العربيه المقبوله ودور النشر. ايضا هناك نفس السنه طافت؟ لا، في تغييرات كبيرة وراح نفاجئكم فيها إن شاء الله. راح يكون نتفاجئ الحين؟ نفضل أن احنا نعلن عنها في مؤتمر صحفي خاص بإذن الله. إن شاء الله. إن شاء الله. احنا الدورة اللي فاتت كانت ناجحة الحمد لله، فنطمح أن هذه الدورة تكون بهذا المستوى وأعلى إن شاء الله. أيضا معالم البرنامج الثقافي اللي يصاحب عادة معرض الكتاب بدأت تستقر، بدأنا نعلن عنها. يمكن اللي راح أعلن عنه وهذا يعني مو سر أن عندنا ضيف شرف السنة هذه، ضيف شرف معرض الكويت الدول الكتاب هي المملكة الأردنية الهاشمية، فراح تكون صبغة غالبة على الأردن حاضرة إن شاء الله في المعرض، وراح يرقبها الجمهور بشكل أساسي إن شاء الله بإذن الله. أستاذ عائشة، لما نتكلم عن عام أو سنة 2024 إحنا قاعدين نتكلم عن تطور رقمي مهول جدا. صحيح. إنزين، فلما نربط هذا التطور الرقمي بقطاع الثقافة في المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، قدرتوا تستفيدوا من هذا التطور الرقمي؟ الحمد لله قدرنا نستفيد منه ولسه راح نطور هذه التجربة. احنا التحول الرقمي على صعيد المطبوعات والمنشورات، احنا عندنا 6 اصدارات جدا فخورين فيها، عالم الفكر والمعرفة ومجلة العربي طبعا. هذه راح يكون فيها تحول رقمي كبير ان شاء الله، راح نعلن عنه قريبا ان شاء الله في بداية العام القادم. هو في بداية تطور متقدم بدائي احنا الحين اشتغلنا عليه، لكن ان شاء الله راح يتطور وراح نعلن عنه للجمهور بحيث انه تباع نسخ رقمية من النسخ هذه، ان الجمهور تكون في متناول، حتى الجمهور البعيد يستطيع ان يطلع على هذه النسخ دون الحاجه للاطلاع على النسخ الورقيه، مع الابقاء على الجانب الرقمي مع الورقي وتطوير الجانب الرقمي ان شاء الله. جميل جدا.
وهذا كلنا اللي متحمسين له ان شاء الله ان تتحول هذه النسخ الى نسخ رقميه. وايد ناس يعني ودهم يحصلون ترى المجله يشوفون شنو فيها من اخبار، لكن اللي مقترب برا مثلا في دول اوروبيه وغيرها تكون بعيده، لكن ان شاء الله تشوفون هذا التطور عن قريب. ابي اعرف دور الشباب اليوم وهم الشريحه الاكبر اليوم في دوله الكويت، شنو دورهم في الانشطه والفعاليات اللي تقومون فيها؟ طبعا المجلس الوطني يقوم على الشباب بشكل اساسي، سواء كان من حيث الانشطه اللي نوجهها للشباب، لان جل انشطتنا لو تلاحظون هي موجهه لجمهور الشباب، او من حيث ما نستقطبهم وهم جزء اساسي في تقديم فعالياتنا. يمكن معرض الكتاب اللي تونا تحكينا عنه ان الهيئه العامه للشباب شريك اساسي في اقامته عبر عدد كبير من المتطوعين اللي يقدمون فعالياته ويشرفون على التقديم والتنظيم. وطبعا جمهور معرض الكتاب الاساسي هو جمهور الشباب، فاحنا اكيد عندنا تعاونات جدا جاده سواء من حيث التطوع او من حيث تقديم ورش للشباب وتدعيم مهاراتهم وقدراتهم او تشجيعهم عبر جوائز الدوله التشجيعيه، عبر تشجيع المؤلفات المحليه ودعم المطبوعات. جميل جدا. احنا اليوم لما نتكلم عن ثقافه فاحنا نتكلم عن بلد ريادي دوله الكويت في مجال الثقافه والفنون والاداب. كل الشكر لك الاستاذ عائشه محمود الامين العام المساعد في قطاع الثقافه بالمجلس الوطني للثقافه والفنون والاداب على هذا الوقت وعلى هذه الخلاصه الجميله اللي اعطيتينا اياها. شكرا جزيلا على هالاستضافه. شكرا استاذه عائشه، وان شاء الله تزورينا دائما وناخذ منك الاخبار الحصريه ان شاء الله، وان شاء الله نلتقيك ان شاء الله على معرض الكتاب ونسمع منك اخر التحديثات ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا مشاهدينا، هذا كان لقائنا مع الاستاذه عائشه المحمود. نروح معاكم فاصل، نكمل معاكم. صباح الخير.